يقول مع شدة الحر هل يجوز لي الصلاة في البيت؟ إن كان الحظر يضرك صل في البيت، وإن كان ما يضرك يا أخي اخرج. ترى الحر هذه الأيام فيه منفعة إلا إذا اشتد وآذى، يعني بعض الناس يروح يقف في الشمس لمدة طويلة. ولا ما دام الإنسان الآن يمشي راح للمسجد ويعرض جسمه للحر، ترى خير للإنسان يا إخواني أن ينال حظا من البرد لا يؤذيه، وأن ينال جزءا من البرد لا يؤذيه، وأن ينال جزءا من الحر لا يؤذيه، وأن ينال جزءا من الريح ولا يؤذيه. ترى لابد يا إخواني أن هالأشياء الكونية دي اللي يبعثها ربي في الكون فيها مصالح، لكن لا تبلغ معها عند درجة المضرة. تكلم ابن القيم وابن الجوزي في صيد الخاضر وغيره، وتكلموا عن أن الإنسان هذه الفصول التي تمر به أنها تنفعه إذا تعرض لها من غير أن يرهق نفسه، فإنها تمر به تنفعه ولا تضر، بل تقوي جسده ويستفيد منها أيضا في تغيير تركيبة جسمه وتقويته. نعم.